أمهات المهاجر إعلام لا حكومة له. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من المشهد الانتخابي المغربي، المغرب 2011. ونحن نحضر لهذه الحلقة حاولنا الاتصال أو اتصلنا بالسيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بشؤون المهاجرين. حاولنا أن نأخذ منه تصريحا واضحا يجيب من خلاله على تساؤلات الجالية المغربية المنتشرة في شتى بقاع العالم، والتي حرمت من حقها في ممارسة حق دستوري وهو الترشح والتصويت. لكن السيد محمد عامر فاجأنا بجواب لم نكن نتوقعه عندما قال أن هذا التصريح سوف يضر بحملته الانتخابية. وطبعا من حق السيد محمد عامر أن يخاف كثيرا على حملته الانتخابية، لكنه في المقابل عليه أن يعلم بأنه مكلف بشؤون المهاجرين، وهو الذي يتوجب عليه بل يفترض فيه أن يوجه خطابا واضحا إلى المهاجرين المغاربة ويوضح لهم ما معنى أن يصوتوا بالوكالة، ما معنى أن لا يمارسوا حقهم الذي منحهم إياه الدستور في الفصل 17. مرحبا بكم مشاهدي قناة المهاجر من الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط بواشنطن ونواحيها. سوف نستعرض بعض الآراء والمواقف من خلال منع المهاجرين المغاربة بالتصويت على الانتخابات المقبلة في 25 نوفمبر بالمغرب. إذا كانت هذه فرصة ذهبية، خصوصا نعرف هذه الأجواء التي تعيش العالم العربي باش يدلي إنسان بالصوت دياله، ما تظنش أنه الآن في القرن 21 لابد لي أن أشارك الصوت ديالي مع وكيل. هذه بصراحة يعني هنا الجالية المغربية ما فهمناش هذا المنطق منين جا. ممكن تنتخب على الدستور، ولكن في الانتخابات البرلمانية ما عندناش الحق. هذا سؤال علامة استفهام كبيرة. أولا قبل كل شيء، هذا الإقصاء كان مفاجئ، ما كناش نتوقعه، ما كناش خصوصا من مور ما تم الانتخاب على الدستور وكان مطالبة ديال الجالية باش تشارك. المشاركة الجالية كانت مشاركة بنسبة أكبر من المشاركة في المغرب. وصراحة يعني هذا الموضوع أنا فاجئني كثير صراحة، لأنه في ظل هذا التغيير اللي كيعيشوا كاع الأقطار العربية واللي كيعيشوا حتى المغرب، واللي تفائلنا خير أنه ما كانتش فيه يعني فوضى. للمزيد في المشهد الانتخابي المغرب 2011، محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية: لا مانع لدينا في العمل مع العدالة والتنمية، ولكن التصويت بالوكالة خطوة تسهيلية. سعيد أمرير رئيس المنظمة المغربية للحقوق والحريات: نقاطع الانتخابات وهذه أسبابنا، التصويت بالوكالة إهانة للمهاجرين المغاربة. قناة المهاجر إعلام لا حكومة له.